أكيد هذا اليوم يوم تاريخي في محافظة الأنبار، ونجاح الانتخابات ونجاح التحالف الذي شكل هذه الحكومة، وتشكلت هذه الحكومة بدراية حقيقية، وكان الهم الوحيد هو مصلحة محافظة الأنبار وجماهير المحافظة والنهوض بخدماتها والواقع التعليمي والصحي وجميع كل الخدمات التي تتعلق بمصلحة المواطن. الشخصيتين رئيس المجلس والمحافظة، رئيس المجلس والمحافظة لهم تاريخ في بناء المحافظة وفي مسيرة المحافظة، منذ أن كانت المحافظة أنقاض ومهجرين هم بدأوا بإعمارها وعودة نازحيها. أبارك لمجلس المحافظة وأبارك للأخ المحافظ الجديد ولرئيس مجلس المحافظة وللأعضاء جميعا ولأهل الأنبار بهذه التشكيلة التي ستهتم وتأخذ على عاتقها مصلحة المواطنين أهل الأنبار، وإن شاء الله تكون الأنبار بوابة خير للعراق ولجميع المحافظات الشقيقة.